السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني طلبتوا مني خليط الكيك مع المحسن. إن شاء الله اليوم حنصوركم، مع أنه في عندي خليط كيك بالمحسن البازلكو أو الجل، يعني محسن جل. هذا هو شكله بيجي هيك، وشو العيارات اللي بنشتغل فيها وشو طريقة الشغل تبعه إن شاء الله. هلأ هذا هو عيار كبير، بس أنا ححطه في صندوق الوصف عيار صغير، هذا للي حابب يشتغل بالبيت مثلا مشروع صغير أو شيء عنده كميات، وللكميات الصغيرة هنحط عيار أصغر، عيار إن شاء الله لقالب واحد بإذن الله. هون بده طحين ونشا، هذا العيار أو طريقة الشغل بالمحسن بده نشا. في عندي أنا طحين، نشا، بيكنج بودر، فانيليا، عندي سكر، عندي بيض بالميزان، بس كله هون بشتغله بالميزان، ما عندي شيء بالحبة أو بالكاسة أو بال، يعني مثلا بيض ما بزينه بال، ما باخذ العيار بالحبة. عندي هون 2420 جرام بيض و2400 سكر وطحين 1800، وعندنا نشا 900 جرام، وعندي 50 جرام فانيليا بيكنج بودر و20 جرام فانيليا، 1200 ملي لتر مي، وعندي البازلكو لهي الكمية بدي 100 جرام، بس 100 جرام. فبنشوف طريقة التطبيق تبعه وكيف شغلها، سهلة كتير وما فيها أي عذاب إن شاء الله ولا أي خطورة أنه ما تنجح ولا هي، لأنه خلاص في محسن الكيك. ننتقل للخطوات. هلأ في طريقة أنا بتجنب فيها أنه يخرج عندي الكيك أو ما يطلع يعني في حبيبات من جوا. هن بيقولوا حطوا المكتوب على المحسن أنه نحط المكونات كلها مع بعض ونضربهم دقيقة على سرعة منخفضة و 8 دقائق على سرعة عالية. بس انا راح احط المي والبيض والسكر واضربهم لحتى يطلعوا، بعدين بنزل عليهم المحسن، بعدين بنزل شوي شوي بالطحين والبيكنج بودر والفانيليا مشان ما يخرز عندي، اضمن انه يطلع كلياته ناعم، واخذ الطحين اخذ كل الخواص. نضربهم على الخلاط بنرجع لكم. هاي البيض والسكر ما نزلت عليه غير البيض والسكر والمي، بضربهم لحتى يطلعوا، بعدين بننزل عليهم بعد شوي. انا بنزل عليهم البازلكو او المحسن الجلي، وبعدين بنحط المكونات الباقيه اللي هي الطحين، بنضربهم 8 دقائق او 9 دقائق على سرعه عاليه. هلا هون اخواني بهي المرحله خلطت البيض مع المي مع السكر، بنزل البازلكو او المحسن الجلي وبضربهم شوي، بعدين بنزل شوي شوي الطحينات والنشا والبيكنج بودر والفانيليا عليهم. هيك خلص عندي الخليط، بعد 8 دقائق بنضرب على سرعه عاليه. شايفين شكله شلون صار؟ ختيرنا ما عاد نقدر نرفع الزند. وهيك نتيجة الخليط عندي، خليط كيك جاهز للاستعمال. هلا بدي اعبي القوالب واشتغل على الميزان عشان ما يطلع عندي قالب عالي وقالب نازل، وشو كنت بيقول؟ احفرني بده يكون محمى مسبقا على حرارة 180 او 170 حسب حرارة الفرن عندك. اذا كانت عالية كثير بنزلها ل 170، اذا الفرن في مشكلة بالحرارة يعني تكون فوق الوسط بشوي الحرارة تبع الفرن، بياخذ 30 دقيقة بالفرن او 40، من 30 ل 40 دقيقة بنعبيهم. وطبعا بده يكون القوالب داهنة زبدة. هي 840 عندي وزن في القالب، بالنسبة للصغار 840، يعني ثلاث ارباع القالب بده يكون مليان مو للاخير. هذا القالب الاكبر منه بشوي، هذا عندي 1100 جرام، وهذا اكبر شيء، اللي بيزيد عندي هون عندي صينيه مشان قوالب مستطيله.
خالصين هيك بناخذهم على الفرن على حراره 170 30 دقيقه ونرجيكم طريقه الاستواء ان شاء الله او مرحله الاستواء قديش بتكون. الكيك صار له عندي انا بالفرن 40 دقيقه مو 30 40 دقيقه حطيته. شايفين ما احلى ولا اروع من هيك، فزه رهيبه. بتركه لينشف هلا كمان شوي الخمس دقائق الثانيات وبنفحصه بالخشبه او سكين لنشوف موضوع النشاف اللي جوا. انا ما لقيت عود اسنان جربها بالميزان الحراره اللي عندنا، نعمل هيك نطلعه نضيف معناتها الاستوى تمام من جوا. لو انه مو مستوي كان علم على الميزان. هيك كيكنا جاهز. ليش هيك الصوره صارت؟ ايوه نتركه ليبرد ونرجيكم من الداخل شلون شكله. وهيك اخواني كيكاتي جاهزين بس بدي استناهم ليبردوا. هلا الافضل اني انا اطلعهم من القوالب. هذا اللي مشغول بمحسن ما بنخاف منه، حتى لو طلعناه من القالب هو سخن. شايفين ليه الكيكه محلاها؟ هي بخار عم يطلع منها ما عم تهبط خلص ولا اجمل من هيك. استناها لتبرد. هون اذا في شيء مثلا على الحراف جاي عليه كيك شايفين بيعلق شوي، فبعملها هيك بستاتيه او بسكينه بنقلبها دغري بتطلع. بنخلي من تحت لفوق ومن فوق لتحت، يعني قاعده الكيك بنخليها فوق كثير سخنين بس بسم الله ما شاء الله ولا اروع. اخواني هيك الكيك عندي نوعا ما برد، بدنا نقصه مع بعض ونشوف النتيجه من الداخل. شايفين مروعه استوى ولون كله ولا اروع من هيك. شغل الكيك بمحسن السبونج. ان شاء الله تكون الطريقه عجبتكم، طريقه مفهومه. كان معكم الشيف فراس من مطبخ حلويات شاميه. لا تنسونا من دعاكم والدعرة للست الوالده والوالد وكل مريض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله فيديو ثاني بنطلع بطريقه تزيين قوالب الكيك.